هذا رجل موظف ليس لديه وقت ويريد طلب العلم، فما نصيحتكم وبأي كتاب يبدأ؟ المسألة ما هي مسألة الكتاب، الكتب كثيرة ولله الحمد متوفرة، المسألة مسألة المعلم والمدرس. إذا حصلت مدرسا من العلماء تقرأ عليه الكتاب فالكتاب أمر سهل، الصعب هو تحصيل المدرس، فابحث عن مدرس، فإذا وجدته فالكتب متوفرة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم، ما الأفضل في تحية المسجد الحرام؟ هل ركعتي يصلي ركعتين أم يطوف بالبيت، وكم من شوط يطوف؟ بالنسبة للقادم من السفر يطوف بالبيت، تحية المسجد الحرام الطواف بالنسبة للقادم من سفر أول ما يصل. أما بالنسبة للمقيم في مكة فهذا مخير، إن شاء طاف إذا دخل المسجد الحرام، وإن شاء صلى تحية المسجد وجلس. نعم.